مرحبا بكم إلى النشرة الصحية لليوم وفي عناوينها: المتحور دلتا يهدد استراتيجية صفر كورونا في نيوزيلندا ويرفع منح الإصابات في العالم. السادية ضد الحيوانات، ما الأسباب وما الروادع؟ وفي البيئية، ناشطون يرفعون الصوت ضد تمر نفايات نووية شديدة الإشعاع في بلدة ميوز الفرنسية. أهلا بكم. أكدت نيوزيلندا أن استراتيجيتها صفر كورونا باتت مهددة بعودة تفشي الفيروس مدفوعا بالمتحور دلتا. الوزير المسؤول عن مكافحة الفيروس كريس هيبكنز شدد على أن المتحور دلتا لا يشبه أي متحور آخر، مضيفا أن كل الإجراءات الحالية تبدو أقل ملائمة. وتحدث الوزير عن 21 إصابة جديدة مرتبطة ببؤرة الوباء في أوكلاند. هذا وتسجل دول متعددة حول العالم ارتفاعا في نسبة الإصابة بفيروس كورونا بفعل المتحور دلتا، ففي ألمانيا وصلت الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 3 أشهر، فيما تحاول السلطات تنشيط حملة التطعيم ضد كورونا. وفي الإطار نفسه، بيّن استطلاع للرأي أجراه مركز أسوشيتد بريس لأبحاث الشؤون العامة أن 41% من الأمريكيين قلقون جداً بشأن الإصابة بالفيروس. أضاءت مجلة هولا دكتور الإسبانية على فوائد بعض الفواكه ذات اللون الأحمر التي تعد وسيلة مهمة لمحاربة الأمراض والوقاية منها. وأبرزت المجلة في موقعها على الإنترنت 10 أنواع من الفواكه، بينها الفراولة والعنب البري والتفاح والطماطم والبطيخ والتوت، إضافة إلى الكرز، فعلى سبيل المثال تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بفضل مركباتها المضادة للأكسدة والالتهابات. والآن إلى الملف الطبي. يلجأ بعض الأشخاص إلى تعذيب الحيوانات أو قتلها أو اصطيادها والتلذذ بجعلها فريسة لحيوان آخر، فما الدوافع الحقيقية وراء تعذيب الحيوانات؟ لماذا قد يرغب الإنسان في ضرب الحيوان؟ وكيف تواجه المجتمعات ظاهرة العنف ضد الحيوانات؟ نتابع. قلوبهم قاسية، لا وجود للرحمة في قواميسهم، يستمتعون بأساليب تعذيب الحيوان. هؤلاء هم مرضى السادية ضد الحيوانات، مرض يعبر عن سلوك شاذ يتلذذ فيه الشخص بالقسوة على الحيوانات، حيث يشعر السادي بالسعادة الكبيرة عند تعذيب الحيوان بيده وتصويره لمشاهدته مراراً وتكراراً. أسباب كثيرة تدفع الإنسان لممارسة السادية ضد الحيوان، أبرزها تعرضه لعنف أحد الوالدين أو كليهما، أو تعرض الطفل للإيذاء وسوء المعاملة على يد من هم أكبر منه سناً، كما أن ضعف ثقة الشخص بنفسه منذ صغره يجعله يتجه حين يكبر لإثبات قوته محاولاً إظهارها ضد الحيوان لكونه أضعف منه. فسلوك تعذيب الحيوانات المتعمد يعد من الدلالات القاطعة على وجود اضطرابات عقلية ونفسية. القسوة مع الحيوان ليست فطرية، إنما مكتسبة جرى تلقيها وتلقينها، لذلك فإن تعليم ونشر الرحمة والعطف والاحترام لدى الأطفال تجاه الحيوانات في المدارس والمنازل سيؤديان إلى زرع التعاطف والقدرة على تفهم ما يشعر به الآخرون، كما أن تعليم أطفالنا احترام وحماية كل المخلوقات حتى أصغرها وأضعفها سوف يساعد على تحسين سلوكهم وحمايتهم من ممارسة الاعتداء. قد ينظر البعض إلى قضية الرفق بالحيوان كموضة تافهة، لكن حوادث تعذيب الحيوانات والطرق الشنيعة في التعذيب والقتل قد تغيران وجهة النظر تلك، لذلك تعد القوانين الرادعة السبيل الأنجع لحماية الحيوانات من هذه الانتهاكات.
وللحديث أكثر عن السدية ضد الحيوانات معنا من دمشق الاستشاري في الطب النفسي الدكتور هيثم شريف علي. دكتور هيثم أهلا وسهلا بك. بداية، من هي الشخصية السدية؟ ما هي السلوكيات أو الصفات التي بناء عليها يمكن أن نقول أن هذا شخص سدي ضد الحيوانات؟ يسعد صباحك أنت والسادة المشاهدين. أول شيء الشخصية هي مجموعة من السمات اللي بتشكل محاور الكاركتر بنسميه، يلي بتوسم الشخص بصفات ثابتة نمطية منشوفها سواء بمنزله بعمله بحياته الاجتماعية بحياته العاطفية. هاي السمات اللي منشوفها بشكل متكرر وثابت هي منسميها سمة للشخصية. هاي السمات قد تكون كتير فيها سمات إيجابية، لكن عندما تكون هناك سمات مضطربة، أحد هاي السمات المضطربة اللي هي التلذذ والمتعة بمشاهدة الناس أو الأفراد يعانون من ألم جسدي أو معنوي، وبيكون هذا مصدر سعادة شديد لهم بشكل متكرر، والبحث عن إيلام الآخرين للحصول على السعادة الذاتية سواء كانوا أفراد آخرين من أفراد الأسرة أو أفراد المجتمع أو سواء كانوا حيوانات أو كائنات تانية، هي سلوك ظاهر. ومنقول هون نحن تجاه سلوك المتعة من الألم الآخرين. ولما بتصير محور شخصية الشخص لا يحقق السعادة إلا بهذا الشيء، منكون نحن تجاه الشكل يلي منسميه الشكل السادي. نعم، الشخص السادي ضد الحيوانات الذي يتلذذ بتعذيب الحيوانات هو نفسه السادي ضد الإنسان؟ بالضبط، أحد مظاهر الشكل السادي هو التلذذ بإيلام الحيوانات. لهيك بتلاقي أطفال صغار بعمر أقل من المراهقة أو المراهقة عم بيبحثوا عن عصافير أو قطط أو كلاب ليساووا نوع من الأذى المتعمد، ما في أي هدف تاني من هذا الأذى سوى الإحساس بالمتعة. هون منقول نحن قدام ظاهرة تستحق أنه الاهتمام، أنه نحن قدام طفل عم بيعطي سلوكيات غير صحية، وهي قد تتطور لأنه كما نعامل الكائنات الثانية من عامل الإنسان سواء كان رفيقنا أو أخونا أو زوج أو شريك أو رفيق عمل. فإذا هاي الصفات سواء تجاه الكائنات أو تجاه البشر هي صفة محددة للسايكوباتية أو السادية، يلي هي متعة إيلام الآخرين والإحساس بالنشوة. نعم. وحتى الوصول للمتعة النشوة الجنسية فيها. بالإضافة إلى التلذذ بتعذيب الحيوانات، هل هناك صفات معينة أو سلوكيات يمكن أن نرصدها على هذا النوع من الأشخاص؟ أكثر صفة منقولة أنه هذا الشخص ما في أي هدف آخر لي سوى إخضاع الآخرين وإحساسهم أنه هو تحت سيطرته. هذا النمط من السلوكيات بيخلي الشخص أنه هو يستمتع بأنه يهين الآخرين، أنه يضحك عليهم، يسخر منهم، يستمتع بأنه يؤذيهم جسديا أو معنويا أو لفظيا، بيحاول أنه يصير السخرية من الآخرين وليس لأي هدف تاني، يكذب على الآخرين ليوقعهم بمطبات، وما بيكون الهدف من هذا الكذب وخلق هاي العلاقة غير المتكافئة سوى إذلال الآخرين. إذن هو يشعر بالنمو والانتشاء لما بيحس الآخرين صغار، لما بيسيطر عليهم وبده يكونوا ينفذوا أوامره بحيث أنه هنن ما لهم إرادة سوى تحقيق الشروط يلي هو عم بيفرضها عليهم. الشيء الثاني بيستمتع بالاستعراض القوة والعنف والأذى. الشيء الأخير هو ما بيثق بحدا، لا يرى أحد من الآخرين سوى أداة طيعة لتنفيذ الرغبات يلي هو بيصدرها. فإذا كان مدير هو همه التسلط، همه تنفيذ القوانين لإلغاء الآخرين وما في رأي غير رأيه. إذا كان بالبيت مع الزوجة مع الشريك مع الابن مع لازم ما ينفذوا غير أوامره. إذا كان هو بدل ما يربي حيوان لأنه
يعيش معه وانه ذاك بيكون هو هدفه اصطياد الحيوان، اذى الحيوان، المتعه من الم الحيوان، احيانا ذبح الحيوان او حرقه او تصويره باوضاع. فاذا هو استخدام كل الكائنات المحيطه لتحقيق احساس بانه هو مسيطر وملغي للاخرين. هون بيطلع عنا الشكل يلي هو السادي، حتى لما بده يعيش حياته الشخصية بالمتعة العاطفية أو الجنسية، هو حتى يستمتع مو بهمه أنه يصير في نشوة أو شراكة مع الشريك، بهمه يؤلم الآخر، يؤذيه. دكتور هيثم، هل يولد الإنسان ساديا أم أن هناك أسباب وظروف تجعله كذلك؟ لا، الأغلب نحن نجد أنه في البيئة الطفولة المبكرة اللي بيخضع فيها الطفل للتهديد، للتحرش، للأذى، للعنف أو للتدليل المفرط أو للحرمان أو منسميها قلق الإخصائي اللي هو إلغاء شخصيته أو العدوان، أو أنه يعيش نمط سادي مع حدا من الأهل يلي هو بيشكل نمط نموذج كموديل للحياة، فبيصير تعود على هذا النمط. إذا مجموعة الظروف البيئية اللي بيعيشها الإنسان بطفولته هي اللي بتشكلنا إما شخص يقرب إلى السواء ليتشارك مع الآخرين ويعيش حياة سوية معهم، أو شخص كاره للآخرين، كاره لذاته، منتقم، غاضب، يحاول أن يسقط كل هذه الآليات الحقد الدفين على الآخرين فيكون الشكل السادي. دكتور هيثم، نلاحظ أن الأشخاص الذين يقومون بتعذيب الحيوانات يقومون أيضا بتصوير هذه الواقعة، لماذا يلجؤون إلى التصوير؟ في عنا الفعل، أول شيء فعل الألم والإيذاء للآخر هو اللي بيساوي المتعة الذاتية، لكن لما بينشرها للآخرين هي بتزيد إحساسه بالسيطرة، لأنه هو السيطرة على الآخر وإلغاء الآخر مع النشوة بأنه يعرض أكثر هذا الإحساس بالقوة الوهمية، فبتحقق له شعور مضاعف بالسعادة. لهيك لما بيصير ينشرها على برسمة بتصويرة لإخافة الآخرين والسيطرة عليهم وتخفيض وجعل أن هو له هذه السيطرة بيحقق له متعة مضاعفة أكثر. لهيك لما بيصير في نشرة أكثر كأنه نحن عم نحقق له للسادي نشوة جديدة. ألا يخاف الشخص السادي من العقاب؟ يعني يقوم بفعل فعلته وتصويرها ونشرها، هل هذه الحاجة إلى التلذذ بالتعذيب تفوق خوفه من العقاب والملاحقة؟ طبعا، لأنه هو بالنسبة له الأساس هو الإحساس بالمتعة. الشيء الثاني هو يستغل القانون، عادة السادي يستغل القانون لأنه هو يستخدم إمكانياته الذكائية بحيث أنه بيعرف أنه هون في ثغرات قانونية، هون ما حدا بيلاحقه، هون ما حدا بيوصي عليه، فيستثمرها. هذا الاستثمار هو بيعزز البنية السادية، لكن لو كان في قانون حقيقي وقانون إنساني يلزمه كان بيصير يحد أكثر وبيعرضه لإجراءات، وهي بتكون جزء من معالجة المشكلة السادي عند الجماعات يلي هي منتشرة. ما خطورة هذه؟ فإذا الصحيح أنه يكون في خطورة هاي المسألة، أنه نحن لما ما بيكون في قوانين إنسانية حقيقية تحاسب سواء الشخص السادي لما عم بيتصرف بعنف تجاه الإنسان أو تجاه الحيوان ما يأخذ العقوبة الرادعة، بالتالي نحن عم نظهر ونأسس لتعميم فكرة العنف تجاه الآخر وتجاه الإنسان والحيوان، بالتالي نحن عم نعزز ظاهرة العدوان والعنف الجسدي والمعنوي بشكل كبير. ولذلك الصحيح أنه يكون كل شخص مسؤول عما يقترفه، سواء كان إيجابي بالمكافأة أو سلبي بأنه يأخذ العقاب المناسب. هل من علاجات معينة يمكن اتباعها أو الذهاب إلى اختصاصي في علم النفس للمساعدة على تخطي هذه الحالة؟ أكيد، أول شغلة أول لازم نشخص نحن شو النمط اللي عنا،
يعني احنا في شيء كثير مهم انه نحن بنقول شو اشكال السادية. هلا في عنا الشكل الانفجاري، الشكل الانفجاري اللي هو الشكل اللي ما بتتوقعي انت بيكون هادئ كثير وفجأة يسور لأسباب تافهة وممكن يصير يرتكب الأشكال اللي حكينا عنها سواء تجاه الإنسان تجاه الحيوان وبشكل غير مسيطر عليه. الشكل الثاني هو الأخطر اللي بنسميه الشكل المستبد. الشكل المستبد وهذا هو الخطير اجتماعيا، انه هو بيصير يخطط لكيفية الإنزال الأذى وإنزال الألم سواء بالإنسان أو بالحيوان ويكون مخطط لهي الجرائم بشكل كتير يرصدها ويخضعها بحيث أنه ما تفلت منه وبيعزز بالتالي إحساسه، وهذا هو أخطر شيء. الشكل الأكثر خطورة بالناحية الاجتماعية والممارسة يلي هي منشوفها عند الناس اللي بيشتغلوا بأماكن إدارية مثل الشرطة مثل السجون مثل المدراء، لما بيستخدموا القوانين الموجودة إنهم نعم. وهي الأشكال بتكون وسواسية بحيث إنه هو عم بيطبق القانون ويستثمر تطبيق القانون بحيث إنه يفرض كل أنواع السادية على مرؤوسينه وعلى الناس اللي بيخضعوا لها القانون سواء مدير مدرسة أو مدير مؤسسة، فبيكون بشكل سادي تجاه وحتى ممكن يكون منظمة للحيوانات يكون فيها شكل هذا الشكل السادي، فهو يستثمر القانون لإظهار الرغبات السادية. الشكل الأخير هو الشكل اللي بنسميه الشكل الضعيف يلي هو أقل السادية اللي منشوفه، أقل شكل من أشكال السادية اللي منلاحظه يلي هو ما بيسترجي واجه للقانون وللناس وبس حدا يواجهه بيهرب. هذا هو الأضعف. فإذا نحن لما منشوف هاي الأشكال هاي كلياتها، الشكل الصحيح أنه نحن نقول هذا مو كله بده علاج، الشكل المرضي هذا بده علاج. الحل الأساسي هو تحديد المشكلة وتوجيهها للمعالج النفسي، المعالج النفسي يلي بيتعامل مع الشخص وتحديد مدى الأذى اللي عايشه هو هذا الشخص وكشف المشكلة الحقيقية اللي عاشها سابقا بطفولته اللي جوات نفسه سواء من غضب من كره من أذى عايشه هو لكيفية حلها والتعامل معه وإخراجه من وهو مسألة ليست سهلة أبدا. كما هل هناك طرق في التربية يمكن من خلالها للأهل أن يعودوا أطفالهم على حب الحيوانات، على أن يكونوا متعاطفين مع الإنسان فيبتعدون عن الشخصية السادية؟ أهم مسألة أن نحن ما نربي الطفل بالعنف ولا الأذى ولا سحق شخصيته ولا تدليله الشديد، وإنما تعليمه الحب الاحترام واحترام شخصيته لحتى هو يصير يقدر أنه هو يتعامل مع الآخرين بحب واحترام، وأنه هو لما بيساوي فعل مناسب هو يكافأ ويأخذ مكانه ولا يلغى مكانه لأنه هو عبر عن حياته. إذا نحن لما بنحترم الطفل وبنعطيه حقوقه وبنتعامل معه بدون عنف بدون أذى بدون حرمان بدون سادية، نحن عم نكون أكثر بناء لطفل يكون إنسان سوي يتعامل مع مسؤولية تجاه ما يتصرفه من أذى للآخرين. دكتور هيثم شريف علي الاستشاري في الطب النفسي، كنت ضيفنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. والآن إلى الملف البيئي. قتل 8 أشخاص على الأقل في إعصار غريس الذي ضرب المكسيك وتسبب بأمطار غزيرة أحدثت فيضانات وانهيارات أرضية وبلغت سرعة الرياح 125 ميلا في الساعة، وألحق الإعصار أضرارا كبيرة، طالت المنازل وأسلاك الكهرباء والأشجار. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للمياه، انخفض مستوى إعصار غريس إلى عاصفة استوائية.
في الولايات المتحدة يكافح عناصر الإطفاء حريق كالدور، وهو واحد من بين حرائق متعددة اجتاحت غرب الولايات المتحدة. واقتربت النيران من بلدة كيب روز في كاليفورنيا التي تشهد موجة جفاف قاسية، وفر آلاف السكان من جراء توسع رقعة النيران منذ 14 من آب أغسطس بسبب الجفاف الشديد والرياح القوية. نظم ناشطون مناهضون للأسلحة النووية احتجاجا في المنطقة المحيطة ببوري في بلدة ميوز الفرنسية، وخرج هذا الاحتجاج ضد مشروع لطمر نفايات نووية شديدة الإشعاع في المنطقة. المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية قال إن نحو 200 متظاهر خرجوا في منطقة بوري مرة أخرى ليؤكدوا أن هذا المشروع غير مرغوب فيه. وختام ملفنا البيئي من اليونان التي أضاء سماءها القمر الأزرق النادر، وبدأ القمر أكثر إشراقا مع ازدياد قتامة المساء في اليونان في حدث سماوي سنوي يعرف باسم المقابلة، لكن القمر لم يكن أزرق هذه المرة، ذلك أن هذا اللون مرتبط بنسبة جزيئات الغبار الموجودة في الغلاف الجوي للأرض. النشرة الصحية لليوم انتهت بأمان الله.